مش هو عشان العيد شغالين بس في الخروف عشان الموسم بتاعه، ويعني الناس طالباه برضه شغال، سرعة شغالة حسب ببيع لعب أطفال حسب المواسم اللي احنا بنخش عليها، ساعات لعب أطفال وساعات منديل وساعات نظارات حسب الموسم. يعني بقالي كده بالظبط 10 أيام شغال فيه، بجيب يعني هو ممكن كل يوم يعني مثلا 50 حتة 60 حتة بيتباع. هو عبارة عن 4 مقاسات، بيبدأ من 35 لغاية 180 جنيه الحتة، والناس بتاخده وماشية. هو ده بيجي من مصر، هو مستورد بس ما يعني مكانه الأساسي مصر، بينزل واحنا بنروح نجيبه جملة من هنا، وبنيجي بقى هنا على البحر ونشتغل بيه وربنا بيكرم. مبسوطين وشكله عاجب الناس وبسم الله ما شاء الله، يعني مرضيين الحمد لله. ممكن ما اروحش خالص، ممكن اروح ب10 حتت، يعني حسب الناس حسب الشغل. بس لا هما من ساعة ما شافوه عامة وهو شغال، يعني من ساعة من اول يوم شافوه هما نازلين عليه سحب شغال. لا هو كل سنة بيطلب، لانه السنة اللي فاتت اتطلب واشتغل فنزل جديد منه. هو كل ما الحاجة بتسحب كل ما بيشكلوا انواع، مفيش هو المرة دي منزلينه بينور وبيعمل صوت وكده، ومنزلينه عبارة عن عظم كده عاج مش فرو بس، يعني هي الناس عشان طلبات كتير بيشكلوه بس. هو كان فرو ابيض بس، السنة دي منزلين بتاع 5 6 أنواع منه. هو نوع فايبر ونوع فرو ونوع زي الخشب كده اللي هو العظم، يعني نازل كذا نوع. يعني العاج دوت بيعمل 35 والفرو من 55 ل 180 جنيه عامة انواعه، اللي هو الفرو الوسط اللي هو ب 55 دوت عليه شغل حلو في، بس هو اكل عيش لازم كده اللي بيفصل، بس برضه بيشتروا يعني اي حاجة فيها 5 فيها 10 شغال. الجديد احكام يعني الاحجام زي السنة اللي فاتت اكتر تمام، بس احنا مختارين حجم معين بنشتغل بيه مش اكتر، يعني اللي هو اصغر حجم وتحت الوسط والكبير بس، وحاجه اسمها عظم كده حرف عظم بس مش اكتر. هي سعرها اساسا معقول شويه، فتلاقي الاقبال عليها كتير قوي، فغير الكبير يعني الكبير يعني معدي 60 فتلاقيه قليل، او السحب عليه يعني 2 3 في اليوم يعني شوية. الاسعار بتبدا من 25 لحد 60 75، في 95 في 120 كده يعني على حسب الحاجة، يعني كل سنة في أشكال بتنزل، في فيونكة بتيجي تمام، في بناتي اللي هو عليه قلوب لاف فيو فبتخلص بسرعة فكده، فما بنلحقش نجيب السحب عليها كتير فكده يعني على حسب الأماكن. سموحة السحب عليها حلو أوي، سيدي جابر هنا مش أوي، يمكن يكون الزبون مثلا مستغلي المحلات كده فبيضطر ان هو يجيب من الشارع كده يعني، يعني على حسب الشغل بقى. ما اقدرش اقول لك كام، انا مثلا اجيب مثلا 50 اروح ب40 اروح ب30 على حسب برضو اليوم اللي اشتغلت ما اشتغلتش عادي جدا، يعني على حسب الشغل اللي نازل مش اكتر، يعني على حسب الشغل، شغل جاي ماشي ما فيش شغل واحد، يعني على حسب برضو على حسب الشغل اللي جاي من المستورد مش اكتر. الصيني كله